الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. شهر رجب، رجب قد ذكرته الروايات كثيرا أنه شهر الرحمة، شهر المغفرة، وشهر الاستغفار. فإذا الإنسان يريد أن يتعرض إلى نفحات رحمة الله ويستغل الفرص التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، عليه أن يبادر. إخواني، بصراحة أقول لكم أن العمل الذي يريد الإنسان أن يصل من خلاله إلى الفلاح والنجاح والفوز بالجنة يحتاج لشيء واحد مهم جدا، وهو المبادرة. المبادرة جدا مهمة. كثير من الناس يحبون يصيروا متدينين، كثير من الناس يحبوا أن يتوبوا إلى الله. اتصل عليه شاب قال: سيد، أنت تكلمت عن رجب وأنا تأذيت كلامك وتفاعلت، بس شنو اللي أسوي؟ قلت له: ما يحتاج شيء، قرر وابدأ الآن، ابدأ، سابقوا، بادروا. هاي المسابقة والمبادرة والمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه في الواقع الشرط مهم جدا في أن الإنسان يضع الماضي خلفه، يضع الماضي وراءه. لا تتمنى إخواني، التمني من نفحات الشيطان، التمني من نفحات الشيطان، والمبادرة من نفحات الرحمن. الإنسان لما يريد يصير خوش آدمي ويريد الآن يقضي اللي عليه من الصيام، يريد يقضي عليه من الصلاة، يريد يؤدي حقوق الناس، حقوق الله، بعد لا يقول بكرة، لا يقول بكرة. والله سيدنا، جت إحدى الأخوات إلى المسجد يوم الجمعة: سيدنا أنا أريد أصفي. زين، صفي، يا الله، بسم الله، تفضلي. قالت: لا، أريد أوصي. حجية توصين، يعني الورثة قد شنو، ما يمشون الوصية إلا بمقدار الثلث، يقول هاي الثلث مالتها إحنا نمشيه، أما البقية ما نمشيها. ما دام أنت على قيد الحياة، ما دام أنت على حال بقواك العقلية والله مطيش العافية، بدنياك تعملين الخير وترسلين، حسب تعبير بعض فقهائنا يقول ترسلين العمل الصالح شنو أمامك. إنسان لما يرسل العمل الصالح أمامه، يعني شنو، مهد لنفسه الفوز بالجنة. والله خلي أكتب بالوصية وأوصي وإن شاء الله تعالى كذا، هذا إن شاء الله تعالى ما معلوم، أولادكم شي يسوون، الورثة شي يسوون، هذا ما معلوم، على أساس أنه عندنا تجربة ونشوف شلون الورثة يتناحرون على أموال الميت ويتقاتلون بعض الأحيان. فليش أنا أكون سبب للنفرة بين أولادي وبناتي، وأنا كان بإمكاني أنه أعمل الأمر الخير في حياتي؟ يقول: والله سيدنا، اسمعوا، يقول: والله سيدنا أنا وصيت أنه يزوجون كم سيد فقير. ليش توصي يا حجي؟ خو الآن تزوج، الآن شباب فقراء، سادة غير سادة موجودين، زوجهم الآن زوجهم، ليش توصي؟ هالوصية ليش؟ أنت على قيد الحياة، خلاص شوي حسب تعبيرنا طلعها من نفسك، بدل أن توصي شنو؟ افعل، اعمل، انت قم بهذا.
عن أمير المؤمنين رحم الله امرأ بادر الأجل وأحسن العمل لدار إقامته ومحل كرامته. هذه المبادرة جدا مهمة. أما بعدين وإن شاء الله، قلت له الواحد، قلت له سمعت طالع اسمك للحاج، اسمعوا جيدا، هذه قصص مو من باب أقضي وقت، لا، قلت سمعت أنه طالع اسمك للحاج، قال إيه والله بس ما أريد أروح. ها ليش ما تروح؟ عفوا ليش ما تروح؟ قال أولا سيدنا بعدني شاب وأنا على أي حال إن شاء الله بالمستقبل. زين منو قال المستقبل؟ أنت ضامنه يعني؟ ضامن المستقبل؟ هاي قبل يومين هذا الولد توفى، عملية سووله بسيطة وتوفى، وفلان ضربته سيارة. أنا ما أريد أتشائم، لا استغفر الله، ما أريد أتشائم أنه أنت قد ما تبقى بحياتك، أقول لا تؤمل كثيرا. الأمل الكثير بالحياة هذا خلاف تعاليم الإسلام، خلاف تعاليم الإسلام. رحم الله امرأ قصر الأمل وبادر الأجل واغتنم المهل، المهل يعني الفرصة، وتزود من العمل. رحم الله عبدا اقترب فاعترف ووجل فعمل وحادر فبادر. هذه شو كل هالروايات تتعرض إلى هذا الأمر، اطلبوا الخير، اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. هذه أيام طيبة، أيام رجب، وأمامنا على حال مبعث النبوي الشريف، يوم المبعث يوم عظيم. تعالوا أصدقائي الكرام أن نفكر مليا ونفكر جديا، أن نغير من طورنا، نغير من طريقتنا. قلت في بداية الكلام أن هناك الكثير ممن يريد أن يصلح نفسه، كثير من يريد أن يطهر ماله، وكثير من يريد أن يقترب إلى الله، كثير كثير كثير، ولكن القليل ممن يبادر، القليل ممن يسارع، القليل ممن ماذا يعمل. لو نخلي هذا القانون في حياتنا واقع، أتكلم عن نفسي أنا يعني، لو نخلي القانون في حياتنا، أنه الشيء اللي نشوفه زين خلص حسب تعبيرنا نقتحمه، اقتحام الخير. والله فلان عمل سيدنا بترويج الدين وعلى حال هداية الناس وإيقاظ الغافلين، وهذا خلص بسمه تعالى، يلا تفضلوا، ها خل أشوف وأفكر ومدري إيش. هذا يعني أنت فوتت على نفسك فرصة كبيرة، فرصة كبيرة. أحد الأخوة يقول جمعت بعض التجار في مكان، قلت لهم يا جماعة أكو فلان قضية هواي مهمة، يقول بينت المشروع، مشروع جدا مهم وفيه خير الدنيا والآخرة. يقول كثير من تجار نفس المكان كتبوا صكوك وقالوا هذه روحوا استلموها. يقول كم واحد قالوا إن شاء الله إن شاء الله بعدين. هاي إن شاء الله من طلع من الجلسة، من طلع من الجلسة، مو أجواء الجلسة، أجواء روحية معنوية وبيها دعاء وبيها بكاء وبيها تذكير وبيها الله وبيها محمد، من طلع من الجلسة من يطلع بعد يفكر بالدرهم والدينار والصفقة والكذا، بعد صعب عليه أن يبادر، صعب عليه أن يبادر. مو الأجواء هواي تحكم أخواني، أجواء تحكم. أكو واحد قال للرسول الله هواي حديث لطيف، بس أنا ما كله أذكره، حديث طويل إنصافا، يقول له يا رسول الله إحنا بالحاج وعند البيت الحرام وعند المسجد الحرام وعند الكعبة، عندنا حالة من الروحانية
وحالة من السمو المعنوي والقرب الإلهي، بس يقول هو السائل يقول يا مولاي يا رسول الله لما نرجع لأهالينا نرجع لبيتنا تأتي الدنيا ومغرياتها والشهوات وكذا، هذا شنو يا مولاي؟ هذا يعني خسارة، عدم توفيق؟ الرسول يقول له بما معناه أنه هذا طبيعي، الإنسان في أجواء الروحانية وأجواء الدينية وأجواء المعنوية إذا يستغلها استغلال جيد تأثيرات الدنيا لما يرجع لأهله وتجارته ووظيفته تأثيرات الدنيا تقل. ليش؟ لأنه الحصانة كانت قوية. إذا لا يطلب الأمير المؤمنين السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، ويزور الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يصلي لركعتين ويروح بدون أي فائدة بدون أي تأمل روحي، يرجع للسوق على نفس سوالفه، نفس سوالفه، بوق وغش وتدليس وكذب وما إلى ذلك. ليش؟ لأن هالحالة المعنوية ما أثرت في تحصينه. الله يحفظ مراجعنا، أحد مراجع الكبار في قم المقدسة الله يطيل العافية، وهو أستاذنا انصافا. في الواقع أنا يعني لاحظت في زيارتي إلى مكة، لاحظت في البقيع وهو رجل شيبة كبير يعني فوق 80، شفته في البقيع واقف تقريبا أكثر من ساعة، إيش واقف؟ كان يخلون واحد يوقف كثير، واقف هالشكل ويتأمل. فأنا صار عندي فضول، شفته في مكان قلت له سمحت الشيخ شفتكم هواية كذا، قال سيدنا الوقوف في هذه المحال وفي هذه المقامات وفي هذه المشاهد، الوقوف والتأمل والتذكر والاستغفار كلما كان كثيرا كلما زادت شنو آثار هذه المشاهد في نفسك. واقعا هالشكل معادلة، هذه معادلة طيبة، كلما كان التماسك واقترابك وذهابك وعلى حال تواجدك في مشاهد الله والمشاعر الإلهية والمشاهد المكرمة، كلما كانت الحصانة تقوى، كلما كانت الشخصية تقترب إلى المعنويات أكثر وتأثيرات الشيطان تقل. وهذا تشوفوه حتى على مستوى الطب والصحة، إذا كان التلقيح قوي الفيروسات أقل تأثر فيك، وإذا كان التلقيح ضعيف أو ما ملقح نفسك الفيروسات تأثر عليك بشكل أو بآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رجب لنا جميعا، لنا جميعا، يجعله شهر رحمة ومغفرة واستغفار والتوماشي. ولا أنت طالعني، مجد طالعني الآن ليش ساكت؟ أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، قول استغفر الله ربي وأتوب إليه. هذا ما تخسر شيء، لسانك يتحرك، بس كم من الأجر والثواب وكم من التأثير الكبير في معنوياتك يحصل عليها الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم جميعا. نعم، متصل عندي، حيدر تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بلا زحمة عليك، بس النية مال الوضوء، يعني مثلا إذا أريد أتوضأ قبل الصلاة مثلا بساعة ساعتين، النية شلون تكون مثلا؟ خدمتكم إن شاء الله تعالى حيدر، حياك الله حبيبي. الأخ حيدر متصل الأول في هذا البرنامج يقول أنه نية الوضوء وأنا أريد أتوضأ قبل حلول وقت الصلاة. بعض الناس قبل ما يطلع للعمل، قبل ما يطلع للوظيفة، قبل ما يطلع للمدرسة يتوضأ ويطلع ساعة 7 الصبح، ساعة 8، يقول لصلاة الظهر بعد 4 ساعات وأريد أتوضأ وضوء اللي أقدر أصلي، فشون أن أنوي؟ انوي هكذا انه انا اتوضأ للتطهر قربة الى الله، اتوضأ لان اكون على طهارة قربة الى الله تعالى، مو انه اتوضأ حتى اصلي صلاة الظهر كذا. هالتخصيص ماكو حاجة له، لا تخصص وضوءك للمطلق ماذا رفع الحدث، ان اكون على طهارة قربة الى الله، أتوضأ لأكون على طهارة، هذه هي النية التي يمكن
أن تنويها يا أخ حيدر المكرم. نعم تفضلوا. علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلون حوالكم؟ أهلا ومرحبا بارك الله بك. سيدنا الله يبارك بك، الله يحفظك إن شاء الله. سهل الله عليك. سيدنا العزيز، أنا موظف. نعم. أنا موظف وعندي سويت عملية، والعملية يعني معقدة شوية بالقلب. فأني المدير المباشر، الرجل يعني مساعدني في دوامي وقت دوامي خروجي ودخولي. يعني بصراحة أخ علي بصراحة تقول أنه أنا مريض مسويت عملية وكذا، المدير جاي يراعيني بالدوام، يطلعني قبل وما على حال يبصمني، أو البصمة مثلا لاغيها على حال. أنا حسب تعبيري، أنا عفوا أخ علي تعبيري، مدللني في مسألة الدوام، فشنو رأيك هذا يجوز أو لا سؤالك هذا؟ لا حسين، مو دلال العقل يعني مداريني مراعي مداريني أحسن، مدللني مداريني خير إن شاء الله. واضح، شكرا شكرا أخ علي. شوف أخ علي حبيبي، مسألة الوظيفة، مسألة الوظيفة، الإنسان مسؤول على أن يؤدي وظيفته القانونية والشرعية باعتبار أنه هو جاي يستلم راتب إزاء هاي الوظيفة. مرة تجي تقول الدولة أو الجهات الرسمية تنطينا إجازة مرضية، إجازة أمومة للأخوات الموظفات، إجازة حضانة، هذه ضمن القانون، والراتب على حال يتغير من حال إلى حال. مرة تقول لا أنا ما عندي حق أخذ إجازة، ولكن يجي الموظف اللي يجي المدير المباشر يعرف ظروفي وخطية هذا فلان، يابا سهلوا عليه ولا تودوا له معاملات زايدة، إذا أجى متأخر هم مو مشكلة، إذا يطلع بسرعة هم لا. هذا بحد ذاته سماحة المرجع يقول أنه إذا كان هذا الأمر بحسب النظام أو بحسب القانون، قانون الوظيفة، إذا كان يسمح تشي حالة، يعني يقول له أيها المدير العام، أيها المدير المباشر، أنت إلك صلاحية أن تتعامل مع موظفينك بهالطريقة هذه، إذا كان منطي الصلاحيات القانون فما في إشكال، ما في إشكال. أما يقول لا القانون ما منطيك صلاحيات، ما منطيك صلاحية أنه أيها المدير المباشر تقدر تقول يا فلانة أنت باكر لا تجين، فلان أنت نص دوام داوم، ما لحق هالشكل. فهنا مشكل. سيدي مو أنا مريض شنو اللي أسوي؟ هذه لابد الإنسان يروح يبحث عن شنو الطرق القانونية، شلون يقدر أن يوفق بين حالته الصحية وبين شنو وظيفته. أما هاي الحالة حسب تعبيرنا مدارات وكذا يداريني ومدري إيش، هذا قد لا تكون من صلاحية هذا الأخ العزيز المدير المباشر، وتقع في إشكال شرعي. واضح أخ علي؟ يعطيك العافية. نعم أم حسين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أنا عندي استفسار، ما أعرف تعتبره بسيط أو لا. سيد إحنا عندنا مقبرة بالنجف قاع. نعم. فأقاربنا دفنوا بيها بدون علمنا. بلي. إحنا ما ندري بعد ما طلعت 40، وقالوا حالتها تعبانة وما عندها أحد، فسمعنا لهم ما شكلنا لهم ما عندهم أحد يعني. ورا فترة هم وقتين تقريبا ورا سنة، بسيطة سنة، رحنا مرت الثانية قالوا لقينا وحدة مدفونة، بس احنا هالمرة شكلنا ذنب وقلنا لازم تشيلوها، فحرام عليهم علينا ان احنا بدون اذن وعلم. انتوا تقولون احنا جمعنا لهم وعلى حال ما عندها شيء وجمعنا لها وساعدناهم، ساعدتوها في شنو يعني، في الدفن او ساعدتوهم في امور اخرى؟ احنا لا، احنا بدون علمنا دفنا ورا فترة قالوا ما عندها احد، بس طلعوا هالعالم عندهم احد، واللي دفنت مرت الثانية بنتها. فاحنا شكلناهم الدم قلنا لهم لازم تشيلوها. واضح واضح، حرام عليهم او علينا. واضح حياك الله. علي حال حرام، متى يصير حرام يا ام حسين؟ الحرام يوم اللي اهل المقبره ما يرضون، يصير حرام.
لأنه أرض مخصوبة، أرض مخصوبة، قبر مخصوب. فالحرام والحلال يرتبط بمن؟ بأصحاب المقبرة. إن رضوا، إن رضوا وقبلوا فيكون دفنه مباح، ماكو حرام. وإن لم يرضوا واستنكروا ورفضوا ذلك فيكون دفنه هنا محل إشكال. مو الميت، الميت ما عليه شيء، أهل الميت الذين ماذا دفنوه. فإذا أصروا أهل المقبرة أنه شيلوه، إحنا ما نقبل، شيلوه، فهنا يجب عليهم، يجب عليهم نبش القبر وماذا رفعه من مكان المخصوب. واضح أختي؟ هذا بعد أنتوا ضميركم ووضعكم وكذا، بعد أنتوا شوفوا وضعكم. ولكن لا يجوز لأحد أن يدفن أحدا في أرض للغير إلا بإذن أصحابه. نعم. متصل آخر. أم حيدر تفضلي. أم مهند. أنا مهند. أم مهند تفضلي. إيه. تفضلي. ألو. نعم. ألو سيد. أسمعك، أسمعك، تفضلي. سيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك، حياة الله يحفظك. سهل. سيد أنا قبل شهرين وتعرضت فقراتي ظهري تعشوا، يعني فقرتين بظهري. مني. يعني ما راح أسوي لي أشعاعات وهذا، فمنعني الطبيب إنه يعني ما أدنك أبد، ما أدنك لأن ترجع. قال أقضي فترة 4 أشهر طالع حزام. مني. البت الحزام. فهسه أنا صلاتي يعني أصلي يعني كلها كاملة، بس السجود ما أقدر. مني. يعني خاف إشكال يعني بصراحة. يعني أجبر أسجد، بس من أسجد كلش يعني أم مهند، أم مهند، أم مهند سؤالك كلش واضح، رجاء سؤالك كلش واضح، يعني لا تفصلين بعد. راح أسألك سؤال بس واحد، سؤال واحد أسألك، أنه ركوعك تقدرين تركعي بشكل جيد؟ ماكو مشكلة لو لا هم تأذين نفسك بالركوع؟ لا ركوعي عادي. ركوعك عادي بس تقومين من الركوع، بس ما تقدرين تنزلين للسجود على الأرض. أبد واضح واضح. حياك الله، حياك الله. الأخت الكريمة سمعت قضيتها، طايحة ومكسور على حال متهشمة بعض فقراتها، الطبيب منطيها حزام طبي قايل لها أنه لا تنحنين لفترة طويلة، والآن شنو اللي تسوي؟ صلي هي واقفة، صلي هي واقفة، أنت واقفة. جاء أقولش إليش خيار أن تصلي هكذا، رجاء تكبرين تكبيرة إحرام الله أكبر، تقرين الحمد والسورة، الحمد والسورة، تركعين إذا تقدرين تركعين، ما تقدرين بس برأسك. إذا تركعين سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، فقط برأسك هشكل برأسك، سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. يعني ما يحتاج بعد تقعدين، إذا أنت غير قادرة أنت واقفة، أنت واقفة، صلي بإيماء، صلي بإيماء، ما فيش إيماء يعني بس برا تربة. شلون بعد ماكو تربة؟ لأن يعني ماكو سجود على الأرض، سجود على الأرض ماكو، وإنما بالرأس بالرقبة. الله يعافيك إن شاء الله تعالى، ما في أي مشكلة. متصل آخر. أم مسرة. أم مسرة ويا. اتفضلي أم مسرة. ألو زوجي يريد يمشي للحج. زوجي يذهب إلى العمرة، عمرة ولا الحاج؟ للعمرة. وما أنا سأل خمس، إحنا ما عندنا سلام حسي بس الأطار، هو قال لي شلون الخمس؟ عنده شنو؟ ما عندنا سلام، أقول محل لاشي، وإذا يقول أنا خلني أتصل عليه خمس بس الرعاية، بس هو المبلغ اللي بيروح به العمرة من ابنه يطيب. واضح واضح أم سرة، واضح. حياك الله، حياك الله. قبل ما أجاوب على سؤال أم سرة، واقعا أقول شيء انصافا، لازم نشكر الله، لازم نشكر الله. على شنو سيدة تشكر الله؟ شكر الله على نعم الكثيرة. الآن صار العمرة، العمرة ترى عمرة، ها العمرة، بعض الناس بحياتهم مرة واحدة يروحون، لما يجون استقبال وكذا وذبايح، يا بشنو جاي من بيت الله. الآن الحمد لله بالعراق صاير بيت الله شنو أسهل ما يكون،
رايحين وجايين العراقيين ومالئين المكان انصافا. ديار المقدسة مليئة بالعراقيين. اشكر الله، اشكر الله على هذه الفرصة والتسهيل، وعلى حال بعض الأقوام وبعض الشعوب مساكين ما شايفين ما أدري حجر من كعبة بيت الله، وبعض الناس يشوف بالسنة 3 مرات يعمر. فهذه الأخت تقول ما عندنا شيء، حتى عندنا راتب رعاية، وأبو مسرة يروح العمرة، هذا جيد يعني، شوف وضع تعبان، بس لأنه أكو عمرة بالأقساط، أكو عمرة ما أدري إيش برية، والعمرة البرية رخيصة. اشكروا الله واقعا، كل مكان ترحون سوريا مليئة، ما أدري خراسان الرضا صلاة مليئة، المكة ومدينة مليئة بالناس، هذه نعم الله. اشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، حتى الله سبحانه وتعالى يزيدها علينا. ولكن أيضا أشير إلى أنه قضية العمرة قضية فيها أحكام شرعية ومناسك، وإحنا في هالأيام عندنا حلقات جاي تنشر وتبث في أيام الأربعاء عن أحكام العمرة، فلا بد الإنسان من يروح العمرة يفهم الأحكام، والمرشد الديني ضرورة، ضرورة حياتية بالنسبة للمعتمرين. أم مسرة ما عليه شيء يعني، إذا فلوس العمرة أنتم منطيه إياه ما عليه شيء يعني، ما عليه خمس الرجال، ما يملك شيء، تقول راتب رعاية ويمشي نفسه، فما عليه شيء إن شاء الله تعالى، ويشتري حرام ويتعلم من المرشد، يروح للمرشد يقول له يا مرشدنا فهمني شلون أحرم شلون كذا، ولا يخطو خطوة إلا بأمر المرشد إن شاء الله تعالى. نعم أبو فاطمة تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا؟ حياكم سيدنا الله. سيدنا وياك. تفضل. أنا عندي معاملة كانت. نعم. والمساح ما رضى يطلع وياي. أنا 3. والله التناسل شو يطلع ويانا، هاي شلون حل مشكلته؟ لم يخرج إلا بالمال. إي وعندي سؤال ثاني. بلي. إي هذا عندنا واحد عنده مزرعة. بلي. ويزيها من ماي بعد النقاسة. لديه مزرعة يسقيها. من ماء النقاسة. بماء المجاري. فواكه بيه وهاي. بني. هل يجوز؟ بماء المجاري. بعد؟ ايه. زين. السؤال الثالث احنا ايه؟ نشتغل عمال. نشتغل. وعندنا هذا واحد عمره 60 سنة ما يصب لي ولا يصب. وياكل انا شلون هذا؟ عمره ايش قد؟ عمره 60 سنة. 60 سنة لم يصلي ولم يصب. نصح لي يريد هاي ما يصلي. ويزور يزور هاي. إيه زيارة خلي تفيده. زين هذا هو. أشكرك. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك. أبو فاطمة عنده مشكلة في البلدية إن يطلع المساح يحدد الأرض وما أدري يمسح الأرض يعني يحدد الأبعاد، يقول ما يطلع إلا بفلوس، شو نسوي؟ على أي حال هذا موجود يعني، موجود للأسف، صار ضمن شنو، ضمن القضايا الطبيعية في مجتمعنا التعبان، أنه لابد أن يأخذ شيء حتى يطلع، لا كأنه هذا المساح يأخذ راتب. فاشتكي عليه يعني، وصلوا صوتكم إلى الأعلى، قل لي يا با هذا المساح يطلب من عنده فلوس، على أي أساس يعني؟ أنا جاء أجيب سيارة وأخذه وأروح وأجي، وهو وظيفته أن يقيس الأرض ويحدد أبعادها. ولكن الفساد هو الفساد، لما يستشري بعد يعم، يعم مساح وغير مساح عم يطلب فلوس. فشنو اللي يسوي؟ على أي حال أنت شوف نفسك، إذا مضطر إلى أن هذا يطلع لأن معاملتك متوقفة، فأنت تضطر أن تنطيه، فما عليك شيء إذا أنت تنطيه لأن اضطرار عندك، أما هو حرام عليه أن يأخذ هاي الأموال. فإذا انطيتهم قل له الله لا يرضى عنك، أو أنا غير راضي، حتى تبقى حرام في ذمته، مو أنه أنطيه وقل له الله هذه هذه مثلا هنيئا لك، لا لا مو هنيئا، الله لا يهنيك بها ولا على اي حال ولا ارضى بها. يقول الشخص عنده مزرعه ويسقيها بالماء المجاري، ما في مشكله، لا اشكال في على حال السقي والسماد ان يكون بالعذره او يكون بالماء المجاري، ما في مشكله، لانه في الواقع الفاكهه والكذا ليست ماء مجاري، الفاكهه على حال بامر الله سبحانه وتعالى وبالمعادن والقضايا ونور الشمس والماء والتراب
هي ليست على أساس أنها هذه البرتقالة من النجاسة، لا، هذه البرتقالة من الأرض، هذه البرتقالة من الشجرة، فماكو أي إشكال شرعي في هذا المجال. يشتغل عمالة وواحد عمره 60 سنة لا يصلي ولا يصوم ويزور وكذا، على حال هاي زيارته ما تفيده، بصراحة أقول زيارته ما تفيده، خليه يروح يصلي يصوم أول. وأئمتنا يدعون إلى التزام بالصلاة والصيام. وأما أنه عليكم شيء، لا ما عليكم شيء، أنتم ليس عليكم شيء، هو مقصر أمام الله، هو سيلقى جزاءه يوم القيامة، وجزاء عسير وعلى حال مؤلم، مؤلم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. متصل آخر، أبو شهد تفضل. اتصال أبو شهد انقطع. نعم، أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أني متصلة أكثر من مرة. نعم. على مود القيام. نعم. أنا مطلوب القيام في حدود 15 سنة. نعم. وهسه صمت 27 سنة. أنا متقاعدة. بني. يعني راتبي يعتوب الكفيني طبيبي وزيارتي. صحيح. فأنا أعطي كل شهر أطعم 60 مسكين. كل شهر. يعني 22 كيلو الحين، كل 50 كيلو بشهر. لحظة. يعني يومي أطعم 60 مسكين. أم أحمد 60 مسكين غير أم شهد. أم أحمد اسمعيني اسمعيني بابا، تقولين أنا كل شهر أطعم 60 مسكين، 22 كيلو ونص؟ لا، مو 22 كيلو ونص، 45 كيلو. أطعم كل شهر 60 مسكين. إيه يعني مو أنه 22 كيلو ونص، 22 كيلو، ذاك المد. المد يعني ما عندي إمكانية. شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. كملي سؤالك رجاء، كملي سؤالك. شنو بالنهاية شنو اللي مطلوب من عندي؟ شنو؟ يعني أنا متقاعدة. واضح، عرفت، متقاعدة وجاء تنطين كفارة بعد. إيه. جاء تسمعني أنت في زمان. يعني أنا ما أقدر، يعني أستطيع أطعم يومين 60 مسكين. خير ان شاء الله. اشكرك ام احمد. ام احمد سمعتوها، مره كبيره فايتها صوم سنوات ما صايمه، وهي تدري انها ما صامت لا لعذر، يعني مو لعذر، لذاك هي جاي تفكر بالكفاره، لان هي تدري انها افطرت بدون عذر، والان تريد تصفي امورها. تقول أنا متقاعدة ويا دوب أنه أمشي حياتي وأدويتي وكذا، وما أقدر أنطي كفارات سيد عن كل يوم 60 مسكين، ما أقدر بالشهر أنطي مال على حال مال 22 كيلو ونص، طبعا مو 22 كيلو ونص، 60 مسكين 45 كيلو، كل مسكين 750 غرام، في 60 يصير تقريبا 45 كيلو. تقول ما عندي شو أسوي؟ ما عندك، استغفري الله. الفقهاء يقولوا من عليه الكفارة، اسمعوا جيدا، من عليه الكفارة يجب أن يعطي كفارته، فإن لم يمكنه إلا بعضها، يعني علي 100 كيس طحين أو 100 يوم كفارة، ما عندي إلا 50 يوم، أنطي المقدار 50 يوم، ما عندي 50 يوم، عندي 10 أيام، أنطي 10 أيام والبقية استغفر الله، بحسب إمكانك المالي بينك ما بين الله، مو أنه أنت عندك ذهبات وكذا وحاطتها والله هذه، لا، الإنسان على حال لازم يصفي اللي عليه من الكفارات في هذه الدنيا، ولو ببيع ذهب ولو ببيع كذا. ليش؟ لأنه في واقع الحال هذا واجب عليك وتبقى في ذمتك. واضح؟ الله يسهل أمركم. نعم، متصل آخر. علي تفضل. السلام عليكم. عليكم سيد. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بلاش، احنا انا من اصلي بني بالفروضات بني اشتري عندي يعني
خطا حشاك انه خطا، لو ما تقول مثلا الركعه الرابعه مع الظهر خمسه او اربع او صليها صحيح، يعني هذا اشكال جرعاني منه ما ادري شلون. عفوا تقول يعني شنو تقول خمس ركعات؟ يعني شنو تقول؟ يعني بالنية تقول أصلي صلاة الظهر خمس ركعات؟ لا لا أشل عند اشتطاع أقول رابعة يعني أصلي. قول أشك أني في أي ركعة أنا أعاني منها هواي هاي والله. أنت ايش قد عمرك؟ كم عمرك يا أخ علي؟ والله 59. الله يعطيك العافية. زين عندك هذا العداد، عداد السجدات، عداد الركعات عندك؟ هذا العداد؟ لا. خير، انا راح اجاوبك يا اخ علي، راح اجاوبك اخواني. اخ علي كثير الشك يعني من يدخل بالصلاه يتيه، ما يدري ها الركعه الثالثه لو رابعه، ها الركعه الخامسه لو ثالثه، ما يدري. طبعا ما عندنا صلاه خمس ركعات احنا، بس هو يشك. اكو طريقه، هذا الخاتم، شوفوا هالخاتم، انا اول ما ابدا اصلي اخليه هنا، أنا لما اخلص السجدتين اريد اقوم بحول الله اخليه هنا، أنا اخلص السجدتين بحول الله هاي الشكل الى ان اخليه بالرابعه واكمل صلاتي بهالطريقه. ليش؟ لان سبحان الله الانسان قد شنو؟ قد يذهل، الانسان قد يشتبه. والان هذه الاجهزه هواي لطيفه، هاي الاجهزه بعضها انه تعد، لما تخلي راسك تكتب انه السجده الاولى الركعه الثانيه، تسجد الاخرى السجده الثانيه الركعه الثانيه، وهالشكل. هذا اما عداد واما بالخاتم. تقول سيدنا ما يجي يفيد، انا كثير الشك. الجواب لا تعتني بشكك. يعني شنو لا اعتني بشكك؟ يعني شوف نفسك انت وين تميل، هاي الركعه الرابعه لو خامسه اعتبرها الرابعه، هاي الركعه الثالثه لو رابعه اعتبرها رابعه، واضح؟ واعتبرها شنو مولانا؟ اعتبرها الاكثر، يعني أن تبني على الأكثر. إذا كثير الشك كلش بعد أنت لا تعتني بشكك، وامشي ما في خاطرك، ما في ظنك، شقيت ظنك يعني أكثر ظنك شقيت، ابني عليه وكمل صلاتك. واضح أخ علي؟ جيد. متصل آخر، سعيد تفضل. شوف سيدنا، حياكم الله. الله يحفظكم. مولاي أنا أخطأ. نعم خطاط. حيا الله سعيد. أيه الخطاط، الله يحفظكم سيدنا. أيه، ومن شهر محرم جاب لي شخص قطعة بني، اي قطعة قماش، فخطيتها له ولحد الان ما جاني عليها قطعة قماش وانا ما اعرفه ولم يراجعني. اي سيدنا، فانت شنو هاي الحالة؟ يعني ولا رقم تليفون ولا كذا ابدا؟ ما لا تليفون، وحتى ما اعرف يعني نطيها لا الولد لا الجهاز. صحيح مطيهم يا ورايح. صحيح، شكرا يا سعيد. الله يحفظكم سيدنا. في واقع الحال انت شانك شان المصلحين الادوات، لما يجيب له مكنسه كهربائيه يقول له صلح لي اياها ويخليه يروح، وهذا يصلحها ويخليها. سيدنا ليش وقت هذا؟ صار له سنه، صار له اقل اكثر، شنو اسوي بهالماكينه هاي؟ مكنسه كهربائيه شو اسوي وياها؟ هنا في واقع الحال شو نقول لهم؟ انه يا اخوان اللي عنده يعني اشياء الناس، مواد الناس من تكون عنده، خليه يشترط انه اذا تراجعون عليها بعد ثلاث ايام انه شنو هذه محفوظه، اذا تتاخرون شهر ما تجون انا اتصرف فيها، يعني تجعل شرطا في ضمن المعامله، تقول له يا اخي تجي عليها تجي ما تجي انا شهر اتصرف فيها، هاي المكنسه ابيعها انطيها للفقراء، على اي حال اتصرف فيها. فانت تقدر تضع هذا الشرط، تقول الان شنو اللي اسوي؟ ما وضعت هذا الشرط، وهذا الرجال من محرم جاب هاللافته وانا خطيته وما حد اجى. على حال اذا يأست منه، اذا يأست منه يعني تقول يائس انا، اذا يأست منه فتصدق بها، تصدق بها عن صاحبها، وانت على حالها متحمل اجور الخط واجعلها قربة الى الله تعالى. واضح؟ والا اذا تقول لا عندي رجاء انه يجي، ارجو انه ياتي، خو احفظها الى ان تاتي، ياتي اليك ان شاء الله. نعم. خالد تفضل. نعم. قلت لابني والله بس تنجح الا اشتري لك موبايل. قلت نعم الشيخ
السلام عليكم سيد. التلفزيون قلله، تلفزيون ابتعد عنه والا ما اقدر استمر وياك يا خالد. بعيد التلفزيون سيد. لا جاء اسمع صوتي انا عندك. قلت لا بعيد والله حتى نجحت خلاص. يلا اشتري موبايل الك لو نجحت. يتلبني من تنجح اشتري لك موبايل. زين وبعدين شنو صار؟ نجح ابني. اي. انا عندي شغل ما جاي اروح للسوق، يوميا يا بريد موبايل يا بريد موبايل، قلت له والله كلام الله ما اجيب لك موبايل. فصار لي مجال ورا 10 ايام رحت اشتريت له موبايل. فهاي الحليب حلفت له اجيب لك وحلفت له ما اجيب لك، من حلفت له جبت له وبعدين حلفت له ما اجيب لك، شيل كفارته. واضح، حياك الله خالد، حياك الله. طبعا هذا السؤال الأخ خالد عندي تعليق عليه بسيط لو سمحتم، أنه هل من الصحيح أن نجعل المشوقات لأولادنا في دراستهم أو نجاحهم أن نشتري لهم موبايل؟ هل الموبايل هو عامل سلامة؟ سؤال، بس سؤال أسأل، هل الموبايل عامل سلامة؟ هل الموبايل عامل نجاح لشبابنا أولادنا؟ أو هو عامل خطر؟ أو عامل لا سمح الله ضياع؟ وتدرون شبابنا وش تدرون مواقع وتدرون صفحات كل شيء تدرون عنها. فما أشوف مناسب، ما أشوف مناسب أنه إحنا نخلي المحفزات هاي القضايا عفوا، لأنه راح في الواقع يتعرضهم إلى الغلط، يتعرضهم إلى على حال انحراف، وإحنا السبب، إحنا السبب. لابد الإنسان شوية على حال يفكر بشكل صحيح، يفكر بشكل صحيح في بناء وتربية أولاد. يقول أنا قسمت أنه بابا إذا نجحت والله أشتري لك موبايل، وتأخرت مشغول أنا، وذاك يلح وين الموبايل وين الموبايل، قلت له والله ما أشتري لك. زين ستستغفر الله، استغفر الله. زين ويمينك هذه اللي قلت والله ما أشتري لك إن شاء الله مو يمين، شنو إن شاء الله مو يمين جدية. إذا يمين جدية والله والله ما أشتري لك، إذا يمين جدية وما هنا لازم تعطي كفارة، أطعام 10 مساكين، أطعام 10 مساكين، يعني 7.5 كيلوات تمن أو طحين تنطيل 10 فقراء. واضح؟ أما تقول لا سيدنا هيك طفرت من عندي من باب شنو، من باب يعني العصبية وما قاصد أن أقسم، هذا تستغفر الله كافي. واضح أخي؟ متصل آخر؟ نعم؟ جيد. إخواني الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا. وجناب الأخ المخرج الأخ حازم الكعبي يقول أنه جاءت تليفونات واتصالات كثيرة في ما يرتبط بمرضى، مرضى أمراض خبيثة، مرضى أمراض مستعصية، يطلبون الدعاء اللهم بحق هذا الشهر العظيم وبحق صاحبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبحق مبعث نبيك الشريف، اللهم عافي كل مريض وشافي كل مألوم، وعجل في ظهور إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، وارحم شهداءنا يا رب العالمين، وعافي المعوقين والجرحى من المجاهدين. ولا تنسون أيها الأحبة من الدعاء لي ولوالدي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.